شغلة إنسانية كبير، لازم يعني واحد يحس حاله إنه ساعد شخص حلل له مشكلة. محمود أرفلي ابن مدينة حلب، مقيم برومانيا من زمان، أنهيت دراستي عام 2010 لطب الأسنان. الفكرة بلشت انتمائي للجامعة، شاب زميلي سجل طب أسنان والسنة اللي بعد التحقت فيه، شاب مقرب يعني، وحبيت المجال ومشيت فيه، وبعدين درست تخصص جراحة فم. مجرد ما خلصت الجامعة فتحت أول عيادة لألي عام 2011، بلشت الشغل الخاص كمان بجنب الاختصاص. عام 2014 أنهيت الاختصاص وأنهيت كمان ماجستير في زراعة الأسنان. بعدين في هالمرحلة اتجهت للشغل الجراحة فقط لا غير، سكرت العيادة وتعاقدت مع حوالي 4 مشافي وعيادات خاصة أتردد عليهم بعمل لهم العمليات الجراحية، ما زلت إلى اليوم بتعامل معهم. عام 2017 رجعت قررت اني افتح عيادة تانية. طبعا البداية صعبة لانه انت عم تفتح في منطقة في بلد غريبة، يعني هي بلدنا طبعا هلأ صارت، بس بالنسبة لك انت اجنبي ما عندك علاقات واسعة مع الاجانب. اول ما ابتديت في عام 2017 في عيادة فيها بس كرسي واحد، اشتغل انا و طبيبة اللي هي كانت مساعدة لي يعني، والحمد لله رب العالمين اليوم قدرنا نفتح العيادة مع فيها 3 غرف مجهزة. فريقنا اليوم 10 موظفين للشركة. في عنا طبيب لبناني حسن، طبيب من تونس محمد، وعنا طبيب من المغرب الأخ أنس، وفي عنا طبيبة ألبانية دكتور تقويم سونيلا، في عنا طلاب اللي هن، وفي عنا طلاب اللي هن خريجين مستقبل إن شاء الله، وفي عنا مساعدتين رومانيات، 3 مساعدات رومانيات عم بيشتغلوا معنا. العلاقة ديالي بدكتور محمود أرفلي هي علاقة أخوة وصداقة من تقريبا 3 سنوات 4 سنوات. تعرفت عليه في المسجد، سبحان الله العظيم الأقدر، تعرفت عليه في الأول، عيط لي لعندو ومشيت بقيت خدام معاه شوية. العلاقة ديالنا تطورت شي شوية ودابا الحمد لله حطني مدير هنا في العيادة ومسؤول وكل شيء. بالنسبة للسوق يعني الطبي في رومانيا التنافس فيه كتير صعب بحكم وجود عيادات كبيرة، وزائد عن هيك يعني إجمالا كان الطب بس شغل الأطباء، اليوم دخل فيه مجال التجارة، التنافس كتير صعب. الحمد لله رب العالمين قدرنا نسبة جدارة بهالشي في عيادتنا هون، وزائد بتعاملنا مع العيادات التانية.